السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إبداع تطرز مع عمرين. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. إذا إن شاء الله اليوم غادي يكون الفيديو ديالنا خاص على التوب ديال المبرأ اللي كنت درت ليه البارح اللايف وما سخرش لي فيه، يعني مسحته. المهم قلت لكم غنصور الآخر بالليل وباش نزو باش تلقاوه اليوم في الصباح، ولكن البارح كانت دازت واحد العاصفة كانت الشتا بزاف وكانت بروري وتقطع عندنا الضو. الحمد لله نعم عين الله بالامطار ديال الخير، واليوم السما صافيه والشميسه، الجو زوين، اذا كيعطينا طاقه ايجابيه حتى هكا ينوض الواحد ناشط مع الصباح. اذا ان شاء الله نمشيو مع الخدمه. اذا اول حاجه هاد المبره هادي غنحيد هاد المرمى هادي. اذا هاد التوب ديال المبرا، عندنا التوب ديال المبرا الاستيك اللي كتجبد على الطول ولا العرض. هذه كتجبد غير على العرض كما كتشوفوا، هي كتجبد على العرض وعلى الطول ما كتجبدش، يعني على الطول هكا ديال التوب ما كتجبدش، ولكن في العرض هكا كتجبد. باش نتفاداو هذاك الجبال باش تجينا فيه الطرزه، كنخيطوا هاد التوب هذا ديال المسلين، خصوصا هكا جهه التركيز، يعني كتهز طريف ديال المسلين. هذا مسلين رخيص اللي كناخذو يعني ناقص اقل من 20 درهم، كتاخذيه ب 360. انا هاد المسلين هذا ديما عندي، لان اللي كنخدم فيه هاد الطرز اللي تيكون ابليك، يعني ملي كتخدمي شي خدمه ومن بعد كتخدميها على التوب، داكشي علاش دائما هو عندي. ومزيان هاد التوب ديال المبرا الاستيك، وكنخدم بها حتى المبرا حرير، حيت كاينه واحد المبرا حرير حتى هي كتفزل دغيا، كنخدمها بهاد التوب ديال المسلين. اذا كنهز طريف ديال التوب مسلين، كندوز هنا بالخياطه، يا اما ندوزها باليد ولا ندوزها بالماكينه. انا هنا دوزتها غير بالماكينه، ونركبوا المرمى ديالنا عادي. انا المرمى هنا درت ليها لاستيك، هذه المرمى جديده، هذه مرمى جديده يلاه خديتها الاخرى، صافي الفيس ديالها مبقاش كيشد. اذا غادي نجيب هذه على البسط على حساب البرده. اذا هنا كتشوفوا ركبنا المرمى ديالنا عادي، وملي غادي نجبد هكا التوب ديال المسلين. اذا بالنسبه انا لهاد المبرا انا ما كنخدمهاش، كنتفاداها في الخدمه ديالها نهائيا. واخا مخرجين فيها الوينات زوينين بحال الاثواب الغاليه ديال المبرا. هذه كيخدموا بها في الكمبيوتر، لانها كيحطوها بالكولا في المرمى ديال الكمبيوتر، هو كيتحكم فيها، يعني ما كتحركش، ماشي بحال حنايا كنخدموا بالمرمى اولا بالخدمه ديال كاترفيل، كتجي فيها مزيانه بالمرمى هكا. ممكن الا غديري غير جنب واحد تيجي يعني ما كيمحنكش، ولكن باش تجيبي قفطان عامر بسلطه هابطه تال تحت، هذاك راه كيمحل، ما كتخرج الطرزه كيخرجوا فيها الديفويات بزاف بزاف، واخا تكوني معلمه. ولكن هادو كاين تيخدموا فيهم كنيدرات، وكاينين البنات اللي تيقولوا لي حنا كنخدموا غير هاد الكنيدرات، يعني اللي كنخدموا ما كنخدموش قفاطه، ما كنخدموش شي حاجه عامره، كنخدموا غير هاد الكنيدرات. هادو كنلبسوهم في المناسبات، وكنلبسوهم هكا في الاعياد، يعني كل منطقه وكيمشي مع الموديل اللي تيكون عنده مطلوب بزاف. اذا كما شفتوا راني تبت هنايا المرمى، ورشمت هنا الرشيم عادي، كتحطي هكا سواء متبتة بالمرمى ولا لا، كتحطي التيكربون ديالك ولا البيكربون، وكتحطي عليه هكا الرشمه، وكتخرجي كتبان لك الرشمه هكا بالتيكربون، وكتمشي معها. اذا نمشيو مع الخدمه باش نوريكم الطريقه باش غتخدموها ان شاء الله. اذا هنا كما كتشوفوا غادي باش غادي نحيد عليا الشعر ديال الشرجم باش نشوف واش غتحيد ديك اللمعه، يعني عادي. اذا نحاول ما امكن نخدمو هاد الخدمه هادي ديال، المهم باش غير نشرح لكم الطريقه باش كنخدم انا في هاد المبره هادي. كناخد اذا ملي كتكون هذه هي الورده، نرسمها. اذا ملي كتكون هذه هي الورده، كندير ليها هكا بالخياطه باش التوب ديال المبرا يشد ليا في المسلين، باش ملي نجي نخدم
ما يتجمعش ليا نهائيا. وحتى الورقه كندير ليها هكا خياطه ومن بعد كنخدمها، وحتى العريشات بحال هادو اللي تيكونوا عامرين كندوز عليهم هكا الخياطه ومن بعد كنخدم. هذه غير هذه الطريقه باش كتخدم هاد المبره هذه باش ما كتجمعش لينا. اذا غادي نبدا هذا عريشه هذه انتم الطريقه، يعني ضروري ما يديروا هذه الخياطه هذه. هذا الا غادي نخدموا عريش عريض ضروري ما ندوزوا ليه الخياطه في الجناب باش ما تجمعش لينا هاد التوب ديال المبره. هي فعلا هاد المبره كتصبر ما كتضيعش في التصبين نهائيا، ما كتكشف دغيا، ديما كتحافظ على اللمعه ديالها. اذا هنا غادي نخدم الوريقات. اذا راني تراسيت الوريقات كما كتشوفوا، غنخدمهم هكا بالسبوله باش غادي نخدمهم. اذا هاد السبوله هادي اللي تنقول لكم طريقه ديال حل وسد، يعني كنضرب كنطلق العراض ومن بعد كنحيد الركبه ديالي. علاش؟ غير انا ملي كنخدم بيه عريش ما كيبانوش لكم هاد السينات هادو في الجناب، لانني كنزرب، يعني كنزرب على الخدمه، داكشي علاش ما تيبان لكم. يعني هذه هي الطريقه ديال الحل وسد، غير ان حنا خدمنا بالسبوله ثقلنا الخدمه شويه. نمشيو الوريقه تاعنا. انا دائما هاد الخنيجرات هادو ملي كنخدم الرشمه عريضه بحال دابا الوريقات ما نخدمش الخنيجرات يكونوا عراض بزاف. علاش؟ باش كتجينا الرشمه كتجينا مفينيه وكتجينا حلوه. غادي ندوزو الورقه اللي كتكون بحال نص ديال الورده ونص وريقه. اذا هنا دوزت عليها الخياطه، هذه كتكون بحال الشكل ديال كما تنقولوا لها البيتيلا ديال الورده، ومن بعد كنخدموا هذه الورقه هذه. هانتوما شفتوا الطريقه ديالها والورده. حتى هي كنطراسيوها بالخياطه هي الاول من بعد كنخدموها.
إذن بالنسبة لهاد الخدمة هذه خدمناها كلها بتضوال المرمى، وبالنسبة هكا المبتدئات راه غادي نخلي لكم واحد الفيديو في صندوق الوصف اللي خدمت فيه الأشكال ديال الوردات ديال المبتدئات اللي كيخدموا هاد القنيدرات هادو، خصوصا اللي كيخدموهم هكا للسوق. بالنسبة للبنات اللي كيسولوني على الخدمة ديال السوق فين كتكون، أنا عندنا في المدينة فين كاينة أنا، ما عنديش عنديها عندي عندها علم نهائيا. يعني ملي مشيت أنا سولت قال لي أصلا هاد الوقيتة ديال البرد ما كندفعوهاش، وهما اصلا كيدفعوا غير هادشي ديال الملاحف وديال الخياطه. ملي سولته على المبره قال لي داكشي حنا كنجيبوه في كازا. كنطلب انا من البنات اللي كاينين في كازا اللي كيخدموا الخدمه ديال الجمله يكتبوها في التعاليق باش البنات يدخلوا عندهم، باش البنات يدخلوا يتعرفوا على البنات اللي باغيين حتى هما يدخلوا مدخول في هاد الخدمه هذه ديال الطرز. اذا كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ولنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وان شاء الله ردوا البال الفيديوهات الجايين غادي يكونوا موديلات شويه، غادي يكونوا موديلات عصريين، خصوصا هكا الوردات اللي كيكونوا هكا في ليكاب او لا اللي كيكونوا في الجياب ديال الجلب. اذا كنتمنى ان دائما نكون احسنت الاختيار في الموديلات، ولنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.